اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. في حلقه النهارده باذن الله هنتفرج مع بعض على قطاع مهم يمكن ما تعرضناش ليه قبل كده وهو الموتور سبورت. يمكن القناه بتاعتنا غطت كل مجال السيارات الفتره اللي فاتت، كنا بنتفرج على تقييمات سيارات جديده، تقييمات سيارات قديمه، فيديوهات للصيانه، فيديوهات تعليميه، وكمان فيديوهات عن كماليات السيارات. بالتالي كده تقريبا غطينا كل حاجه، كان اللي باقي لينا الموتور سبورت. ولما جيت ادخل في الموتور سبورت اخترت اول الشباب المتابعين لينا بيحبوه الا وهو البايكس. عالم البايكس عالم مثير جدا وجميل جدا. النهارده باذن الله هنتفرج على نوع من البايك الاستعراضي اللي هو اسمه ستانت. بايك بيعمل اشكال جميله جدا، بيعمل حركات ممتازه. المستوى اللي انا شفته النهارده من الضيف بتاعنا مستوى انا ما شفتوش غير في الفيديوهات الاجنبي. النهارده باذن الله هنتعرف مع بعض على الكابتن سالم نجيب، حد مميز جدا في مجال الستانت او مجال البايك الاستعراضي. يلا بينا نتعرف على كابتن سالم نجيب ونشوف هيكون عندنا ايه النهارده. اهلا كابتن سالم، اهلا بيك في البرنامج بتاعنا عشاق السيارات. اهلا بيك. الله يخليك. اولا انا حابب ان اتعرف عليك، اسمك، سنك. انا سالم 24 سنه. تمام. دمياط. تمام. احسن ناس حبيبي. الله يخليك. احسن ناس عشان انت منهم طبعا حبيبي. الله يخليك. كلك ذوق. يخليك يا استاذ. طيب، هو بالنسبه للبايك انا بلعب اللعبه دي بقالي فتره قريبه، يعني ممكن حوالي عن 4 شهور بالظبط بدي اتمرن فيها. 4 شهور بس؟ 4 شهور مش معقول يعني. لا، المستوى اللي انا شفته ده ما ينفعش يكون في 4 شهور. لا، هو المستوى اللي انت شفته ده انا عامل البايك بقالي فتره كبيره لكن ما كنتش بتمرن بيه، بادئ تمرين. ايوه بس انت بتسوق بايك بقالك كتير. ايوه، لا انا بسوق بايك بقالي، بسوق بايك من وانا عندي 18 سنه. يعني طيب تمام. أيوة، يعني احنا بقالنا 6 سنين خبره. أيوة. انما هو في المجال الستانت ده، مجال الستانت لا، لسه 4 شهور بالظبط بادئ تمرين بقى فعلا. بنزل تمام. في وقت معين ليا زي الجيم بنزل. تمام. اتدرب فيه، ليه وقت معين، ليه ساعتين ممكن على حسب الايام اللي ببقى فاضي فيها برضو. لكن هو اقصى ايام مثلا ممكن مثلا 3 ايام في الاسبوع اقل حاجه اتمرن. ما بيعطلكش عن دراستك ولا انت خلصت؟ لا انا خلصت دراسه. خلصت. تمام. 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 فهو الموضوع ان انا واخدها رياضه زيها زي اي رياضه، زي الناس اللي مهتمه بالكوره. تمام. اللي مهتمه بمجال العربيات، اللي مهتمه يعني اي حاجه فيها رياضه او فيها زي الجيم بالظبط. الموضوع الناس كتير قوي بتشوفه ان هو خطر او بتشوف ان هو فيه مشكله. هو فعلا خطر. هو فعلا خطر، لكن زي ما فيه لعبه احنا بنتعلمها، زي ما فيه سيفتي ليها زي اللي حضرتك شايفه ده اللي انا لابسه. تمام. تمام. ده مخصص للعب. تمام. انك لا قدر الله وقعت او حاجه زي كده بتقوم، انك مثلا ده يحميك شويه، ده بيبقى سبب بس من الاسباب ان هي بتخف الوقعه شويه. طبعا اهم حاجه في السيفتي الخوذه طبعا، الهلمت. اكيد. لا، هي الخوذه يعتبر هي اهم حاجه في السيفتي كله. تمام. لان السيفتي وبعد كده البدله، بعد كده الجوانتي، بعد كده في الركب، بعد كده الجاكيت. ده يعتبر ده في الكعان برضو. تمام. الفكره كلها ان ده بيكون سبب زي ما قلت حضرتك ان هو بيحميك بس مش اكتر. تمام. طبعا هي رياضه خطيره، ولكن في رياضات تانية كتير خطيره ومعترف بيها، والرياضه دي تعتبر رياضه معترف بيها بره. تمام. ولكن في نقطه هنا مهمه عايزك تقولها للشباب، هل اللي بيعمل اللعب ده على موتوسيكل صيني وعلى طريق فيه ناس، هل ده كويس؟ لا طبعا، غلط جدا، غلط جدا. لان المفروض ان المكان، ان دي لعبه، دي رياضه، ولازم أن يكون ليها مكان مخصص زي اللي حضرتك شايفه ده بالظبط. مثلا رياضه المصارعه الحره، المصارعه الحره بيبقى ليها في تبيه، في مكان مخصص لان انت هتلعب عليه، في ساحه معينه المفروض ان احنا هنتمرن فيها وبنادي الحركات الاستعراضيه بتاعتنا فيها، انما مش على طريق. دي النقطه المهمه قوي، لان لو تفتكروا احنا في البرنامج بتاعنا على قناه ال تي سي كنا اتكلمنا عن في فقره سلبيات الطريق عن الشباب اللي بيلعب على الموتوسيكلات الصيني على الطرق. المفروض ان الموتوسيكل الصيني اولا غير مؤهل لكده، ثانيا هو مش لابس بدله سيفتي ولا لابس هيلمت ولا اي حاجه، وكمان بيعمل كده على الطريق مع ناس، بيعرض نفسه لخطر وبيعرض الناس مستخدمين الطريق تانيين لخطر كبير برضو. انما احنا هنا بنتكلم على ساحه مخصصه للتمرين، بنتكلم على اماكن مخصصه للاستعراض، وبنتكلم على وسائل وقايه للقائد واكيد كمان للبايك. في اكيد حاجات للبايك المفروض ان هي بتامن البايك برضو في الوقعات دي، صح كده؟ طبعا. في انجن جارد، في الانجن اللي حضرتك شايفه ده. قبل الانجن جارد انا عايز اسالك في حاجه. اتفضل. هتعرفني بالبايكس؟ هتعرفنا بيك. لان انتوا عارفين طبعا ان هي ايه، يعني القائد والماكينه هي دي مهمه جدا. فانا عايز اعرف البايك. البايك ده كاوازاكي. تمام. 636 زد اكس ار. تمام. ده موديل 2006. تمام. ده 600 سي سي. تمام. 4 سلندر. 4 سلندر. تمام. تبريد ميه. تبريد ميه لدتير ميه. تمام.
الفكره كلها ان هو يعتبر من اعلى يعني من اعلى الموتوسيكلات اللي صنع يعني اللي صممت في العالم. كاوازاكي يعتبر هي يعني اكتر شركه حاليا في العالم. طب ليه مش هوندا مع ان في سي بي ار لحد 1300 سي سي يعني موجود والحد ده موجود في الاتش 2 ار ده كاوازاكي لسه عاملاه ده موتور بايك ده بيجيب 400 كيلو في الساعه يا ده 1000 سي سي لكن في تيربو. تمام. الكاوازاكي شركه كاوازاكي فاجئت العالم بيه لان ده حاجه محترمه جدا. ده بيتباع ده حاليا علشان يجي لنا هنا ده اقل حاجه يعتبر نص مليون جنيه. طيب. عشان يوصل مصر يعني. طيب. لكن الحاجات دي هي انت شكلك هنا. حابب كاوازاكي جدا يعني برغم ان انا لما كنت غاوي بايك كنت غاوي الهوندا او كنت بحب فعلا الهوندا كان عندي واحد هوندا بس كان خرافي يعني فبس كاوازاكي برضو ماركه محترمه. لا طبعا ماركه محترمه جدا والناس بره بيحترموها جدا بس هي مشكلتها عندنا هنا في القطع الغيار مش اكتر. تمام. القطع الغيار بس هي المشكله عندنا هنا لكن انت لو ليك هل البايك على وضعه يعني اوريجينال ولا انت معدل فيه؟ لا انا معدل فيه علشان خاطر اللعب بس مش اكتر انما قبل ما اعمله للعب كان عادي مفيش فيه اي تعديلات. موتوسيكل ريس عادي؟ ريس عادي خالص. طيب ايه التعديلات اللي احنا عملناها؟ التعديلات اللي احنا عملناها عملت غيرت الترس بقى في ترس اكبر عشان الهورس باور يبقى اعلى. تمام. لا هو بيزود العزم بيقلل عدد اللفات او بيقلل السرعه الاجمالي وبيزود العزم بتاع الموتوسيكل. تمام. وعدلت بقى الانجن جارد فيه. تمام. عدلت السيستم الفرامل. تمام. حضرتك شايفه ده امامي وخلفي. امامي وخلفي دول بتعدلهم علشان يبقى الفرامل اقوى من كده. انا شايف هنا اتنين في هنا اتنين دراع هنا او اتنين قابض. ده اتنين قابض ده واحد في الايد ده فرامل. ده فرامل خلفي. تمام. ده التعديل هو الفكره فيه ان هو في التعديل هنا. ده التعديل ليه وبيمشي الخرطوم بتاعه من هنا لحد ما يوصل ايه للفرامل اللي انت بتستخدمها فوق اللي هي الفرامل الخلفي علشان خاطر انك تعرف ترفع وتلف وتعمل حركات ببطء. هي المساله تحكم الموتوسيكل ببطء. يعني وانت واقف عليه مثلا مش طايل البدله اللي تحت فانت بتبدا ان انت تتحكم بتحكم من فوق. ممتاز. تمام. زي التعديلات اللي بنعملها في العربيات اللي بتبقى فرمله اليد الباكم الهاند بريك الباكم الهاند الباكم طيب تمام معاك. تمام. ايه كمان في التعديلات انت عاملها فيه؟ ايه التعديلات اللي انا عاملها فيه؟ انا شايف ان انت لاغي الفايبر طبعا. انا لا الفايبر طبعا لان انا لسه في مرحله تعليم. انا لسه يعتبر انا لسه زي اللي بيدرس في المدرسه ده هو لسه ما اتخرجش انا لسه في مرحله تعليم لسه ما وصلتش لمستوى ان انا اركب الفايبر. تمام. وصلت لمستوى ان انا اتمكنت من الموتوسيكل بطريقه جامده ابتدي اركب الفايبر بعدها علشان خاطر ان هو ما يقعش لان انا بقع في التمرين طبعا كتير. اكيد. لكن الحمد لله ربنا بيسترها ومفيش اي اصابات الحمد لله حصلت لي تذكر يعني. طيب انا شايف ان طبعا اكيد بتهيألي الجادون ده متعدل. الجادون برده متعدل مش كده؟ بقول لحضرتك لان ده ستريت. الجادون ده ستريت وفي الدواسات برده والديل ده. تمام. لان ده الديل المعدن ده. ده انا شايف ان هو يعني الارض اكله منه اكله منه شويه لكن احنا يعني علشان خاطر ان هو يستحمل بس. تمام. تمام تمام. لكن هو الموضوع بس انه معدل نعمل حاجه يتعدل. وطبعا الدواسه الخلفيه دي علشان لما بتبقى واقف حصان تبقى قويه بتتحمل انت عليها. تمام. طيب هنيجي هنا للتكلفه الماديه للرياضه. التكلفه الماديه يعني مثلا البايك مثلا عامل كام النهارده؟ التعديلات دي بتعمل كام؟ هو اولا هو البايك من غير تعديلات هو النهارده مثلا سعره مثلا بيعدل من حسب حالته ممكن مثلا من 60,000 ل 70,000. ده طبعا استعمال خارج. ده ممكن هنا استعمال احيانا بيبقى استعمال هنا برضه يعني مش شرط انه يكون لسه جاي افراج. تمام. تمام. بيكون حد نمره وركبه هنا في مصر. تمام. من 60 ل 70. من 60 ل 70. طيب والتعديلات؟ اجمالي التعديلات ممكن مثلا توصل لحد 25,000 جنيه. تمام. يعني احنا بنتكلم تقريبا من 85 ل 95,000 جنيه. تمام. تمام. في الوقت ده بس انك علشان خاطر انك تعمل الرياضه ولسه في تطور يعني. طيب وشغل السيفتي بتاعك انت؟ شغل السيفتي لا هو ده مش غالي قوي لان ده موجود هنا عندنا في مصر كتير. الجوانتي الحاجات دي ما يعادل البدله مثلا كلها بالخوذه بكده ممكن وليكن مثلا 2000 جنيه. تمام كويس سعرهم حلو. سعرهم حلو لكن هم يستاهلوا من الفلوس على طبعا 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 لا انت محتاجهم يعني. محتاجهم جامد. بس هو نصيحه يعني لاي حد انه حتى لو راكب بايك عادي ان هو ما يمشيش من غير السيفتي لان ده اكيد وعلى فكره بره القوانين ما بتسمحش بان حد يركب بايك من غير ما يكون لابس السيفتي واقل حاجه خالص بتبقى الخوذه او الهلمت هي دي اساسي. طيب سؤال الاخير في اي عورات في اي لا الحمد لله والله انا ما حوادث جامده حاجه هو اكيد لازم تكون وقعت. انا وقعت كتير بالموتوسيكل لكن الحمد لله ربنا ستر يعني كل اللي كان الوقعات اللي كانت بتيجي في الموتوسيكل. وقعت كذا مره وقعت كذا مره في المكان ده لكن الحمد لله كله كان السيفتي بيتقطع
الموتوسيكل بيقع يتكسر منه حاجه. لكن الحمد لله اصابات فيا انا لا الحمد لله ما جاش ما حصلش. على فكره من ضمن النقط اللي حابب اقولها لكم، انا قبل اصلا ما ابقى عاشق للسيارات وقبل ما هو السيارات انا كنت عاشق لموضوع البايكس تمام، بس اللي خلاني رجعت عنه ان انا اتعزقت كتير واحد اخر مره كنت هموت فيها قلت لا كفايه كده ان انا بجري. هو مشكله البايكس ان هو بيشجعك على الجري، ولو انت جريء شويه الدنيا راحت بقى منك خلاص. بعد اذنك ان زي ما هم عاملين لك البايك ده بيمشي 300 كيلو هم عاملين لك ان هو ممكن تمشي بيه 50 كيلو، انت على حسب ما انت راكب. في زي ما انت راكب عربيه حضرتك كده ممكن تجيب بيها 200 كيلو ممكن تجيب بيها 50 كيلو، المشكله هنا في اللي راكب مش المشكله في البايك. انا ما لقيت نفسي مش قادر اتحكم في نفسي في موضوع الجري في البايكس ده وهعمل مصايب كتير فوقفته بقى، لان حتى كمان السن كمان عادش يسمح بالكلام ده. اتعلمت منين؟ نقطة مهمة قوي على فكرة علشان الناس الشباب اللي حابين يتعلمهم، لان انا يمكن كمان هستأذنك ان انا هسيب الروابط بتاعتك في الوصف الفيديو باذن الله، بحيث ان الشباب اللي حابب ان هو يتعلم الرياضة بتاعت الستانت اللي انتوا هتتفرجوا عليها حاجة جميلة جدا يبدأ ان هو يتواصل معاك وتبدأ ان انت تكون مرجع ليهم. فانت اتعلمت منين؟ اتعلمت منين؟ هو الفكرة كلها ان انا كنت بركب البايك العادي فانا كنت بعمل بيه الشو يعني ممكن كنت برفع بيه او اعمل كده، فلقيت ان اللي انا بعمله ده خطر فلازم يبقى فيه مكان للرياضه دي، فقررت ان انا اعمل الموتوسيكل زي ما حضرتك زي ما قلت لحضرتك كده وبدات ان انا اتمرن بيه. بتتمرن هنا في الساحه دي؟ ما حدش كان معايا دي الساحه يا جماعه اللي احنا اللي هو بتمرن فيها واللي احنا كمان بنصور فيها، لان ساحه معده للتمرين للاختبارات زي ما انتم شايفين ممهده بالكامل، مساحه ممتازه ان انت تعمل فيها كل حاجه وبامان طبعا. اكيد معاك طبعا اكيد لجأت لحد اجانب لان هم المتخصصين في القصه دي. لا والله للاسف ما فيش طبعا لان ما كانش فيه وصله يعني اتصال. انما هل اتفرجت مثلا على فيديوهات اليوتيوب؟ اتفرج على الفيديوهات اليوتيوب لكن مش بتفيدك في حاجه، اللي بيفيدك الواقع اللي انت تبقى فيه انك بس انت بتاخد الشكل انما الشكل ازاي اتعمل لكن انت اللي بتنفذ مع نفسك بقى. انت اللي بتنفذ. ما هي دي بقى الفكره ان هو لسه في مصر ما فيش مدارس القصه دي زي برضو هو الموتور سبورت في مصر بصفه عامه سواء بايكس او سواء عربيات او سيارات الاثنين مظلومين، ما فيش ليهم اهتمام قوي، ما فيش ليهم مدارس بتعلمهم، لان الموضوع ده بره له مدارس. يعني الفكره ان انت هو دلوقتي الراجل عمله اجتهادي، انما هو المفروض ان هو مش اجتهادي، المفروض ان هو حاجه بتتعمل صح بتتعلمها صح لها اسس ومبادئ. هو طبعا اتعلمها من البايك ومن فلوسه ومن جسمه اكيد يعني فهو اتعلم بالطريقه الصعبه الهارد واي، انما انت التعليم الصح المفروض بيكون في مدارس للكلام ده وبيكون في ناس متخصصين بيعلموك الحكايه دي. وطبعا ده ما فيش فيه مشكله خالص ان انت شاب فانا عايز اطلع الطاقه بتاعتي وبطلعها في حاجه جميله وشكلها حلو بتفرحني وبتفرح الناس، بس زي ما قلنا في اطار السيفتي. طيب انا هستاذنك ان احنا نبدا نفرج الناس على النمر الجميله بتاعتك اللي انا اتفرجت عليها طبعا. مش اي مشكله. وان شاء الله بالتوفيق ونكمل ان شاء الله بعد النمر بتاعتك. خلاص. يلا جميل ابدا. كابتن سالم ايه الشغل الجامد ده؟ حبيبي يا بجد والله عاش ليك الله يوفقك يا رب، انا بتمنى لك كل خير. انت تتمنى ايه بقى؟ اتمنى ايه؟ بتحلم بايه بالنسبه للرياضه دي في مصر؟ والله بتمنى ان يكون ليها بس
يعني حد يهتم بيها. تمام. مش هقول لك سبونسر انه يصرف عليها، لكن حد يهتم ان يعمل لها، يكون لها حتى اماكن مخصصه. يكون لها اماكن حتى مخصصه، ويكون لها يعني يبتدي حد ياخد باله فعلا منها، لانها والله حاجه جميله جدا والناس بتتبسط بيها. مش حاجه يعني، هي لو حاجه بتضر الناس انا مش هنصح الناس بيها. لا لا، هي حلوه استعراضيه طالما بتتعمل في الاطار الكويس، الاطار اللي هو الامن، اطار السيفت زي ما قلنا. وعلى فكره انا اتمنى ان هو فعلا يكون في اماكن مخصصه للرياضات اللي زي دي، اماكن للتدريب عليها، اماكن الاستعراضات بتاعتها، هتبقى فكره حلوه يعني، زيها زي العاب تانية كتير جميله بنحب نتفرج عليها زي كره القدم، زي حاجات كتير. فانا شايف ان حاجه جميله وممكن ان احنا نشجع الشباب عليها، وفي الوقت ده كمان هنقدر ان احنا نتلافى الشباب اللي بيطلع بقى على طريق ويبدا يغامر بحياته وبحياه الناس بانه يعمل الاستعراضات دي على الطريق. لا، هي لها اماكن مخصصه. اتمنى طبعا ان انتوا تكونوا باذن الله في امان دايما، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. طبعا دوس اعجاب على الحلقه، شيرها لكل الناس عشان نقدر ان احنا ننشر الرياضه دي. كابتن سالم ممكن ان احنا في يوم من الايام ما نعرفش نكلمه لما يكون حد جامد، وممكن ان هو يكون في يوم من الايام ان شاء الله نواه ان يكون في اتحاد في مصر للرياضات الخاصه بالبايكس. تمام. طيب اخر حاجه، هل في ليكم كبايكس استعراضي او ستانت، هل ليكم في موقع على الفيس ليكم او حاجه زي كده؟ لا، هو انا ليه يعني ليكم جروب مثلا؟ لا جروب لا، لسه ما بقاش في جروب. لسه ما بقاش في جروب. هو احنا طيب ما تبدا ان انت تعمل جروب يعني، ونبقى احنا اللي قلنا لك على الفكره في الحلقه دي. مفيش مشكله. هو طبعا يعني هكلم كل الناس اللي ابدا اسس الجروب ده. طبعا اكيد في ناس كتير في مصر بنفس المستوى يمكن، ولا في؟ لا، في في مين؟ رامي. رامي سولد. هو رامي سولد من القاهره. ده جامد برضو. هو لا، هو اعلى مني ما شاء الله. كويس ما شاء الله، ربنا يعني يعينه. تمام. هي الفكره ان هو بيلعب بقاله بس فتره كبيره، يعني هو الاختلاف بيني وبينه انه بيلعب بقاله حوالي 6 سنين او حاجه ان شاء الله. تمام. فربنا يعينه ويعيننا ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب. طيب يبقى احنا باذن الله هيكون في موقع، وباذن الله وسائل التواصل مع كابتن سالم هتكون موجوده ان شاء الله تحت في وصف الفيديو زي ما قلت لكم، بحيث ان الشباب اللي حابب ان هو يتواصل معاه. وهيكون في نواه ان شاء الله لرياضه جميله في مصر، رياضه البايكس الاستعراضي او الاستانت. اخر حاجه، لو مش مشتركين في القناه اشتركوا فيها، اتفرجوا على الحلقات اللي فاتت. احنا دلوقتي ما شاء الله عدينا او تخطينا حاجز ال 300 حلقه في كل ما يخص مجال السيارات، وان شاء الله الجاي كمان افضل. اشترك معانا عشان تستفيدوا بافكار جايه كتير وبعروض اكتر، واشوفكم باذن الله على خير في حلقات جايه كتير. السلام عليكم.